بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الله يسهل. النهارده هيبقى عن مجموعه اصفار دوائر كثيرات الحدود. ايه هي اصفار دوائر كثيرات الحدود وايه المقصود بمجموعه اصفار دوائر كثيرات الحدود؟ المقصود بمجموعه اصفار دوائر كثيرات الحدود هي قيم س التي تجعل الداله بتساوي صفر. يعني لو قلنا مثلا عندنا د س تساوي 2 س ناقص 6 فدي داله. ايه المقصود باصفار الداله؟ المقصود بها قيم س التي تجعل الداله تساوي صفر. يعني مثلا لو قلت لحد عايزين د واحد، فتعالى كده جيب لي د واحد. د واحد يعني مشي كل س نحطها بكام؟ بواحد. 2 في 1 ب 2، 2 ناقص 6 هيطلع لنا سالب 4. هل طلعت القيمه بتاعتنا تساوي صفر؟ طبعا لا. فبناء عليه يبقى الواحد ليست من اصفار الداله، او ليست من مجموعه اصفار الداله. طب لو قلنا لحد د 3، تعالى نجرب كده د 3. يعني د 3 يعني مشي كل س نحطها ب 3، فتبقى 2 في 3 ناقص 6. 2 في 3 ب 6، و 6 ناقص 6 يساوي كام؟ يساوي صفر. فهل دي كده طلعت لنا بصفر ولا لا؟ طلعت بصفر. يبقى معنى كده ان الثلاثة ينتمي لمجموعة اصفار، فطلعت قيمة الس هنا بصفر. يبقى معنى كده ان اصفار الدالة هي كام؟ 3. هل كل مرة هقعد ندرب؟ هل كل مرة هنقعد ندرب نشوف الس مرة بواحد من اتنين بتلاتة، ولا هنعمل ايه؟ بيقول لنا الطريقة بتاعتنا ان انا لما تجي لي دالة من المصدر ده، دال س بتساوي 2 س ناقص 6، وعايزين نجيب اصفار الدالة، الاسهل بالنسبه لنا ان احنا هناخد الداله بتاعتنا اللي هو جايبها لي وهنساويها بالصفر. يعني هنجيب 2 س ناقص 6 ونساويها بكام؟ نساويها بالصفر. فبقت عندنا معادله كده من الدرجه الاولى نبدا نحلها. هنودي ال 6 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، فال 6 هتبقى سالب 6 هتروح الناحيه الثانيه تبقى موجب 6. الضرب هيروح الناحيه الثانيه اسمه، فهتبقى قيمه الس 6 على 2 هتساوي كام؟ 3. فبناء عليه هتبقى اصفار الداله بتاعتي هي 3. هتبقى اصفار الداله بتاعتنا تساوي 3. واصفار الداله بيترمز لها برمز ص. بيترمز لها برمز ايه؟ ص. يعني لما نحب نجيب اصفار اي داله نقول ص د يساوي، ونعمل قوس مجموعه ونكتب الناتج اللي طلع لي. ده كده اصفار الداله. طب ملحوظ ان انا لو الداله بتاعتها اسمها كاف او اسمها د او اسمها ر او اسمها نون، يبقى في الحاله دي هنقول ص ر او ص كاف او ص نون، كل ده هيساوي برضه ايه؟ 3. يبقى دي اصفار الداله بتاعتنا. نشوف بقى مع بعض شويه مسائل. مساله اولانيه بتاعتنا د س بتساوي س، وعايز اجيب مجموعه اصفار الداله. قلت ازاي اجيب مجموعه اصفار الداله؟ هناخد الداله اللي هي س ونساويها بكام؟ بصفر. فمن هنا طلعت قيمه الس بكام؟ صفر. يبقى هنقول ان ص د يساوي المجموعه صفر. نشوف مسألة كمان. قال لنا د س بيساوي 7 س، عايز يجيب أصفار الدالة، يبقى هناخد ال 7 س نساويها بالصفر. فبقت عندنا معادلة، ده برضه يروح الناحية التانية اسمه، يبقى س هتساوي صفر على 7، وصفر على أي حاجة في الدنيا هتطلع صفر. يبقى أصفار الدالة د، يبقى أصفار الدالة د تساوي صفر على 7، هتساوي صفر. فمن هنا تبقى اصفار الداله د بتاعتنا هتساوي كام؟ هتساوي المجموعه صفر. طب نشوف مثال كمان. لو قلنا د س بيساوي س ناقص 5، وعايزين اصفار الداله، يبقى هناخد الس ناقص 5 هنساويها بالصفر. معادله نودي 5 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، فالس هتساوي موجب 5، فتبقى اصفار الداله د تساوي المجموعه 5. طب لو جاب لنا داله بالمنظر ده، قال لنا د س يساوي س تربيع ناقص 9، وعايزين نجيب اصفار الداله، يبقى هناخد س تربيع ناقص 9 ونساويها بالصفر. بقت عندنا هنا معادله من الدرجه الثانيه. معادله من الدرجه الثانيه بنحلها ازاي؟ بنبدا نحلل. الله ينور. هناخد الس تربيع هتتحلل هتبقى س وس، التسعه هتتحلل هتبقى 3 و3، الاشاره بتاعتنا واحده موجب واحده سالب. فمن هنا قيمة السين هنودي 3 الناحية التانية بعكس الإشارة يبقى سالب 3، ومن هنا قيمة السين هنودي 3 بعكس الإشارة تبقى موجب 3، فيبقى أصفار الدالة د تساوي المجموعة 3 وسالب 3. شوف مع بعض مثال تاني. بيقول لنا هنا د س يساوي س أس 2 زائد 25، ناخد بالنا زائد 25.
فاحنا اتفقنا اصفار الداله بتتجاب ازاي؟ هناخد السين اس 2 زائد 25 ونساويها بصفر. طيب دي معادله كده من الدرجه الثانيه، هل دي بتتحلت؟ هل احنا خدنا عندنا حاجه اسمها مجموع مربعين؟ احنا خدنا قبل كده فرق ما بين مربعين، يعني لو كانت سين اس 2 ناقص 25 بتساوي صفر كنا حللناها، سين وسين 5 و5 واحدة موجب واحدة سالب، وكنا من هنا جبنا قيمة السين هيساوي سالب 5 ومن هنا جبنا قيمة السين هتساوي موجب 5. لكن هل احنا عندنا في المسألة اللي قصاد مني دي سين ترجيع زائد 25 هل دي كانت بتتحلل؟ فاحنا كنا واخدين ان ده لا يحلل، فطالما لا يحلل يبقى اصفار الدالة د هتساوي فاي، اصفار الدالة د هتساوي فاي. طب ليه فاي؟ مش احنا عارفين احنا امتى بنجمع عددين في يدينا صفر، امتى نجمع عددين ويطلع الناتج بصفر؟ لازم يبقى عندنا عدد موجب وعدد سالب. فاحنا عندنا لحد ده كده كده موجب. هل من الممكن ان اي حاجه وسط اثنين تطلع لنا سالب؟ يعني هل من الممكن ان في عدد نعمله وسط اثنين يطلع لنا سالب؟ استحاله، فعشان كده عندنا س اس 2 زائد 25 استحاله ان ده يبقى القيمه بتاعته بصفر، فعشان كده ص د تساوي فاي، يبقى ص د د تساوي فاي، يبقى لو عندنا المقدار بتاعنا لا يحلل من حقك ان انت تشتغل بالقانون العام اللي احنا خدناه قبل كده. طب انت لو اشتغلت هنا بالقانون العام هيطلع لك برضه مجموعه الحل فاي، هيطلع لك اعداد تخيليه، ودي حاجات ان شاء الله هتاخدها لما تخش في السنه. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لنا د س بيساوي 5. كنا واخدين الترم الاول ان د س بيساوي 5 دي اسمها داله ثابته. يعني ايه داله ثابته؟ يعني لما اقول لك حط لي س بواحد هيطلع لنا د، يعني لما نجيب د واحد هيطلع لنا الناتج بكام؟ بخمسه. لما اقول لك عايز د اثنين هيطلع لنا الناتج بكام؟ بخمسه. لما اقول لك د خمسه هيطلع لنا الناتج بكام؟ بخمسه. يعني مهما حطيت قيمه السين باي رقم هيطلع الناتج دايما بكام؟ بخمسه. طب هل في قيمه للسين تحطها بحيث ان يطلع لك صفر؟ استحاله برضه، فبناء عليها هتبقى اصفار الداله د هتساوي فاي، عشان ما عندناش قيمه للسين تخلي الناتج بتاعنا يطلع خمسه، يطلع صفر. فبناء عليها هتبقى اصفار الداله بتاعتنا فاي. طيب الداله دي بيقول لنا د س بيساوي صفر، فد س بيساوي صفر دي برضه داله ثابته. لو جيت قلت لك حط لي س بواحد فد الواحد هيطلع صفر، طب لو قلت لك حط لي س باثنين فد الاثنين هيطلع صفر، لو قلت لك حط لي س بسالب خمسه فد سالب خمسه هيطلع صفر. يبقى عندنا جميع قيم س الممكنه بتطلع لي دايما كام؟ صفر. يبقى جميع قيم س بتطلع صفر، عشان كده نقدر نقول ان اصفار الداله د هتساوي ح، وح اللي هي مجموعه الاعداد الحقيقيه، يعني لو حطيت السين باي عدد حقيقي في الدنيا هيطلع لك ناتج بصفر، عشان كده اصفار الداله د هتساوي ح. فبناء عليه ناخد بالنا كده من الملحوظه دي، لو عندنا الدال س يساوي رقم ثابت والرقم ده اي رقم في الدنيا غير الصفر، يبقى معنى كده ان اصفار الداله د هتبقى ف. يبقى لو عندنا دال س بيساوي رقم ثابت والرقم ده ما بيساويش صفر، يبقى اصفار الداله بايه؟ بف. لكن لو عندنا دال س تساوي رقم ثابت اللي هو الصفر، ففي الحاله دي اصفار الداله د هتبقى ح. يبقى خد بالك الفرق ما بين دي وما بين دي. عندنا هنا لو دال س بيساوي رقم ثابت والرقم الثابت ده لا يساوي الصفر، يبقى اصفار الداله فاي. طب لو عندنا دال س بتساوي الصفر، يبقى في الحاله دي اصفار الداله بتساوي ح. شوف مع بعض سؤال ثاني، بيقول لنا دال س بيساوي س ترجيع ناقص 3 س، وعايزين نجيب اصفار الداله. اصفار الداله هنا هتجيبها ازاي؟ اصفار الداله هنا هتجيبها ازاي؟ كالعاده زي ما اتعودنا ان انا اول حاجه هناخد الداله بتاعتنا ونساويها بكام؟ نساوي صفر. بقت عندك هنا معادله من الدرجه الثانيه، يبقى هنحلل. طالما هنحلل يبقى اول حاجه دايما نفكر فيها في التحليل هو العامل المشترك. هنا في عامل مشترك ولا ما فيش؟ هنلاقي ان عندنا جميع الحدود بتحتوي على س، يعني الحد الاول في س نص 2 والحد الثاني في س. طب مين اللي هيتاخد عامل مشترك؟ هناخد الس اللي متكرره اقل اس، يبقى هناخد الس اس 1 عامل مشترك، وبعد كده المساله بتتحول لاسم س اس 2 على س هيطلع س ناقص 3 س على س هيطلع 3، الكلام ده بيساوي كام؟ صفر. هناخد الاولاني يبقى الس هنساويه بالصفر، والس ناقص 3 هنساويها برضه كام؟ بالصفر. من هنا قيمه الس بتساوي صفر، خلاص يبقى خلصت المعادله. لكن من هنا هناخد ال 3 نوديها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، هتبقى قيمه الس بتساوي 3، فتبقى اصفار الداله د هتساوي صفر وهتساوي 3
يبقى قيم سين التي تجعل الدالة تساوي صفر هي الصفر والكام والتلاتة. دي نفس الفكرة. لو جاء لنا هنا دال س يساوي س أس 3 ناقص 8 وعايز يحلها، فطبعا س أس 3 ناقص 8 أول خطوة هناخد الدالة بتاعتنا نساويها بالكام؟ بصفر. هلاقينا عندي هنا فرق ما بين مكعبين، واحنا كنا واخدين الفرق ما بين مكعبين ده بيتحلل ازاي؟ كان بيتحلل قوس صغير وقوس كبير، كان بيتحلل قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير كنت هجيب الجذر التكامل الأول س والجذر التكامل الثاني 2. طب القوس الكبير كان الأول بيتضرب في نفسه س تربيع والثاني بيتضرب في نفسه 2 في 2 ب 4 والاثنين كانوا بيتضاربوا في بعض يدينا 2 س. يبقى ثاني كده كنا بنحلله ازاي؟ الجذر التكامل الأول س، الجذر التكامل الثاني 2، الأول يتضرب في نفسه س تربيع، الثاني يتضرب في نفسه 4، الاثنين يتضاربوا في بعض يدينا 2 س. طب بالنسبة للإشارات، الإشارة هنا سالب، يبقى الأولانية زيها سالب والتانية عكسها موجب والأخيرة دايما موجب، يبقى الأولى زيها والتانية عكسها والأخيرة دايما موجب، فيبقى سالب موجب والأخيرة دايما موجب. فمن هنا كنا نبدأ ناخد دالة واحدة تساوي الصفر، يبقى س ناقص 2 بيساوي الصفر، وس تربيع زائد 2 س زائد 4 برضه بيساوي صفر. عندنا دي معادلة من الدرجة الأولى، هنودي الاثنين بعكس الإشارة تبقى قيمة الس ب 2. دي معادلة من الدرجة الثانية بس دي لا تحلل. ليه لا تحلل؟ عشان عندنا هنا لما نيجي نحلل الأربعة، الأربعة كام في كام ومجموعهم 2، فمش استحالة تلاقي الأربعة خاصة الدرجة رقمين يدينا 4 ومجموعهم يدينا 2. الأربعة يا إما 4 في 1 مجموعهم 5، يا إما 2 في 2 مجموعهم 4، لكن ما عندناش عدد يعني الأربعة ما تتحللش رقمين خاصة ضربهم 4 ومجموعهم 2، فدي لا تحلل ودي دايما قيمة مهملة لما تيجي تحلل الفرق ما بين مكعبين أو مجموع مكعبين، المقدار الكبير ده بيبقى قيمة مهملة لا تحلل. فيبقى من عندنا هنا أصفار دال دال تساوي مجموعة كام؟ تساوي مجموعة 2. شوف سؤال تاني، جاب لنا هنا دال س بيساوي س تربيع ناقص 6 س ناقص 40، وعايز يجيب مجموعة أصفار دال. فكالعادة هناخد الدالة بتاعتنا اللي هي س تربيع ناقص 6 س ناقص 40 ونساويها بكام؟ نساويها بصفر. بقت عندنا معادلة من الدرجة التانية، نبدأ نحلل. هنبدأ نفتح قوسين السين أس 2 س وس، الإشارات بتاعتنا الأولانية سالب وسالب في سالب بموجب، ال 40 كام في كام وطرحهم يديني 6، حلل 40 عبارة عن 10 4 وطرحهم يديني كام؟ 6. من هنا هنقدر نجيب قيمة السين هتطلع بتساوي 10، ومن هنا نقدر نجيب قيمة السين هتطلع بتساوي سالب 4، فتبقى أصفار الدالة زائد هتساوي 10 وسالب 4، يبقى أصفار الدالة بتاعتنا هتطلع 10 وسالب 4. طيب ده مقدار ثلاثي غير بسيط، مقدار ثلاثي غير بسيط، لما يجي لنا مقدار ثلاثي بالمنظر ده وعايزين نحلله كان بيتحلل ازاي؟ 10 س هنا 8 هناخده الاول بسبب الصفر. كان ده ليه كذا طريقه للتحليل، كان من ضمنهم الطريقه بتاعت المقص، فده لما نيجي نحلله ال 3 س اس 2 كان هيبقى 3 س وس، الاشارات بتاعتنا سالب وسالب. ال 8 كان في كام؟ ناخد بالنا ان انا لما اجي احلل ال 8، ال 8 ال 8 في 1 او 4 في 2، لازم يبقى حاصل ضرب الطرفين زائد حاصل ضرب الوسطين يدينا اللي في النص، لازم حاصل ضرب الطرفين زائد حاصل ضرب الوسطين يدينا مين؟ اللي في النص. فبناء عليه انا هاخد الاربعه هنا والاثنين هنا. ليه؟ عشان يبقى حاصل ضرب الطرفين سالب 12 س وحاصل ضرب الوسطين سالب 2 س، لما نيجي نجمعهم مع بعض هيطلع سالب 14 س. هيطلع لنا هنا مجموعهم سالب 14 س. طب هل اللي في النص ده سالب 14 س؟ لا، فبناء عليه يبقى انا الطريقه بتاعتي دي غلط، يبقى نرجع بدل ما خليتها 2 في 4 هنحاول نخليها 4 في 2. هنشوف كده مع بعض. فهنبدل بدل ما هي كانت 2 في 4 هنخليها 4 في 2.
هحسبك هنا الاربعه وهنا الاثنين، تعالى كده نجاوب مع بعض. هلا احنا عندنا حاصل ضرب الطرفين، عندنا سالب 6 س وحاصل ضرب الوسطين، هيطلع لنا سالب 4 س، لما نجمعهم مع بعض هيطلع لنا سالب 10 س. يبقى كده التحليل بتاعنا صح. فبناء عليه هنكمل بقى التحليل بتاعنا، هنكمل المساله على التحليل اللي احنا عملناه ده. هنبدا بقى ناخد القوس الاولاني نساوي الصفر، يبقى 3 س ناقص 4 بيساوي صفر، وعندنا هنا س ناقص 2 بيساوي صفر. هنودي الاربعه بعكس الاشاره، يبقى 3 س بيساوي موجب 4، الضرب بيروح الناحيه الثانيه اسمه، هيبقى 4 على 3. هنا نفس الكلام، هنودي الاثنين الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، هتطلع لنا موجب 2، فبناء عليها تبقى اصفار الداله د هتساوي القوس الاولاني الناتج الاولاني 4 3، والناتج الثاني 2، فتبقى اصفار الداله بتاعتنا عباره عن 4 3 و2. طب لما تجينا بقى مساله بالمنظر ده، بيقول لنا س ناقص 2 في س زائد 3 زائد 4، وعايز يجيب اصفار الداله د، فحاجه زي احنا اتفقنا ان انا لازم اخدها اساويها بكام؟ اساوي الصفر. طب عندنا قوسين بالمنظر ده، هنبدا نضرب اول في اول س في س بس تربيع، وتاني في تاني سالب 2 في 3 بسالب 6، وحاصل ضرب الطرفين زائد حاصل ضرب الوسطين. حاصل ضرب الطرفين 3 س، وحاصل ضرب الوسطين سالب 2 س، بنجمعهم مع بعض هيدينا موجب 1 س، وعندنا بره هنا في زائد 4، الكلام ده بيساوي كام؟ صفر. بقت عندنا معادله نبدا نظبطها مع بعض، الس تربيع زائد الس، وعندنا هنا سالب 6 وموجب 4 هنجمعهم مع بعض يبقى سالب 2، الكلام ده بيساوي كام؟ صفر. ونبدا نحلل السين اس 2 هتبقى عباره عن س وس، الاشارات واحده موجب واحده سالب، الاثنين كام في كام وتراخهم واحد، هتبقى 2 في 1. من هنا هتبقى قيمه السين تساوي سالب 2، ومن هنا هتبقى قيمه السين 1، فتبقى اصفار الداله د هتساوي سالب 2 و 1. يبقى كده اصفار الداله بتاعتنا هي نفس الفكره. طب لو جات لنا حاجه بقى من المنظر ده، خد بالك عشان في ناس بتبقى ناسيه التحليل بالتقسيم بتاع تاني اعدادي، ده مقداره رباعي. عايزين ده اصفار الداله، يبقى هناخد الداله بتاعتنا نساويها بكام؟ صفر. طب ده مقداره رباعي كنا بنحلله ازاي؟ كنا بنحلله بالتقسيم. بيتحلل ازاي بالتقسيم؟ بناخد كل اثنين مع بعض في قوس، يبقى س اس 3 ناقص 3 س اس 2 في قوس، زائد هناخد السالب 4 س زائد 12 برضه في قوس ونساويهم بالصفر. من هنا هناخد السين باقل اس عامل مشترك اللي هو س اس 2، هيتبقى س ناقص 3. من هنا هناخد السالب 4 عامل مشترك، هيتبقى عندنا برضه س ناقص 3. هنلاقي س ناقص 3 هنا، هي س ناقص 3 هنا، ناخدها عامل مشترك، يبقى س ناقص 3 اتاخدت عامل مشترك. لما بناخد الس ناقص 3 نشطبها من هنا ومن هنا، اتبقى من الحد الاولاني الس اس 2، واتبقى من الحد الثاني الاربعه، الكلام ده بيساوي كام؟ صفر. طب احنا لسه عندنا س اس 2، يبقى هنبدا نحلل ثاني، ادي س ناقص 3، وده لما نيجي نحلله هيبقى س ناقص 2 وس زائد 2، الكلام ده بيساوي صفر. من هنا هتبقى قيمه الس تساوي 3، ومن هنا هتبقى قيمه الس بتساوي سالب 2، من هنا هتبقى قيمة السين تساوي سوري اللي فاتت ده، هتبقى قيمة السين بتساوي 2، هتبقى 2، ومن هنا قيمة السين هتساوي سالب 2، فتبقى أصفار الدالة د هتساوي 3 و2 وسالب 2. عندنا فكرة تانية برضه من الأفكار المهمة اللي بتجينا في الامتحانات، يقول لنا كده اذا كان ص د تساوي مجموعة 2، وكان د س تساوي س اس 3 ناقص م، اوجد قيمة م، اوجد قيمة المي. حاجه زي دي، فكره زي دي بتتحل ازاي؟ هو بيقول لنا ان ص د بيساوي 2، احنا فهمنا مع بعض يعني ايه كلمه ص د. ص د معناها مجموعه اصفار الداله التي تجعل الداله مجموعه اصفار الداله او
في 50 لازم حاجه على 3 بتساوي 0. فهنا لما يقول لنا صاد د بتساوي 2 يبقى ال 2 دي هي قيمه سين التي تجعل الداله تساوي 0. يعني معنى كده ان انا لو جبت د 2 المفروض الناتج يطلع بكام؟ بصفر. فد 2 يعني هنشيل كل سين ونحطها ب 2 فتبقى 2 اس 3 ناقص مين؟ الكلام ده بيساوي 0. 2 اس 3 8. 8 ناقص مين بيساوي 0. هنودي المين من الناحيه الثانيه بعكس الاشاره عشان تبقى موجوده. فهتبقى المين بتساوي 8. يبقى قيمه مين بكام؟ ب 8. وده كان المطلوب بتاعنا في المسألة. ناخد واحدة كمان زيها. لو جاء لنا هنا ان ص د تساوي المجموعة 5 ود س يساوي س أس 3 ناقص 3 س أس 2 زائد أ. قال لنا اوجد قيمة أ. يلا مسألة زي دي قلنا بنحلها ازاي؟ قلنا يعني كلمة ص د بتساوي 5. كلمة ص د بتساوي 5 معناها إن قيم س التي تجعل الدالة بتساوي 0 هي كام؟ 5. يعني معنى كده إن أنا لو جبت دالة 5 المفروض الناتج بتاعي يطلع بكام؟ بصفر. يعني إيه كلمة دالة 5؟ يعني بشيل كل س أحطها في 5 هتبقى 5 أس 3 ناقص 3 في 5 أس 2 زائد أ تساوي 0. 5 أس 3 اللي هي 125 ناقص 3 في 5 أس 2 اللي هي 75 زائد أ تساوي 0. 125 ناقص 75 يبقى يبقى 50 زائد أ تساوي 0. نودي 50 دي الناحية التانية بعكس الإشارة تبقى قيمة الأ هتساوي سالب 50. يبقى إذا كان أصفار الدالة هي 5 فتبقى قيمة الأ بتساوي كام؟ تساوي سالب 50. يلا مثال أخير إن شاء الله. بيقول لنا هنا إذا كانت د س تساوي س أس 3 ناقص 2 س أس 2 ناقص 75 اثبت أن أصفار الدالة د هي 5. أو كان بيقول لنا اثبت إن الخمسة أحد أصفار الدالة د. حاجة زي دي بنعملها ازاي؟ مثلا سهلة جدا لكن في ناس مش بتيجي في دماغها الفكرة. لما يقول لنا اثبت إن الخمسة هو أحد أصفار الدالة د معناها إن أنا لو عوضت عن السين بخمسة المفروض القيمة تطلع بكام؟ بصفر. فهنجيب د الخمسة ولازم الناتج يطلع بصفر. فد الخمسة يبقى هنشيل كل سين نحطها بخمسة فهتبقى 5 أس 3 ناقص 2 في 5 أس 2 ناقص 75 نجيب الناتج بتاعها 5 أس 3 ب 125 ناقص 2 في 25 هتبقى في 50 ناقص 75 هيطلع لنا 2 في 25 سوري ناقص 75 هنطلع الناتج بتاعنا هيبقى 125 ناقص 50 ناقص 75 هيطلع الناتج بكام؟ بصفر. يبقى اذا الخمسه احد اصفار الواجب بقى بتاعكم ان شاء الله صفحه 33 في البوكلت. صفحه 33 هناخد السؤال الاول اختيارات كله، السؤال الثاني من اول الالف لحد الياء، والسؤال الثالث يبقى السؤال الاول كله والسؤال الثاني من الالف لحد الياء والسؤال الثالث كله.